تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم رياضي البطولة مباشرة على شادة FM. مرحبا فخر الدين. تحية لك أخويا حسين وإشام وجميع صديقين وصديقات البرنامج. إذن تحية مستمعينا الكرام على بركة الله. اليوم لا بغينا نتكلموا، غادي نتكلموا في واحد جوج ديال المواضيع لا أقل ولا أكثر، وبطبيعة الحال هما تيديروا لينا تفرعوا النقاش. ملي نهضروا على الرجاء والجيش راه غادي يتفرع النقاش، ملي نهضروا على عصبة أبطال أوروبا راه بطبيعة الحال غادي يتفرع النقاش. غادي نهضروا على النتائج ديال البارح في عصبة أبطال أوروبا، وغادي نهضروا على المقابلات اللي غادي تكون اليوم، ومن بعد غادي نهضروا على مقابلة الرجاء والجيش الملكي عصبة أبطال أوروبا، أو المقابلة لفريق الجيش والرجاء اللي عرفتوها بالنتيجة المعروفة 2-0 لفريق الجيش الملكي. غادي نرجعوا نتكلموا بتفصيل إن شاء الله، وكذلك غادي ناخذوا الاتصالات ديالكم إن شاء الله في حلقة اليوم. يلا على بركة الله. سي فخر الدين، وانا البارح تنتفرج، رغم ان صعيب انك تفرج في كل شيء، لا ما تقدرش، ماتشات كبيره تتختار ماتشات، وفي نفس الوقت داير البورطابل تتفرج في الراجا باش يلا تقاد يلا تيكيليبري. البارح من النقاش ديالنا انا وياك هنايا قبل الماتشات، انا كنت تفرج في باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وقلتي واحد الكلمه البارح، قلتي بان باريس سان جيرمان صافي البطوله ما كاينش مشكل، هي باغا تقلب على ذاتها في عصبه ابطال اوروبا، وقلتي ولكن راه غادي تلعب مع البايرن ميونخ. وعطيتي على البايرن ميونخ كيفاش انه واحد عندهم واحد اللاعب موضوعي، واحد اللاعب منطقي، واحد اللاعب ستريكت الناس في الخدمه ديالهم مع، وفعلا بانت البارح بان بايرن ميونخ فايت باريس سان جيرمان بسنوات في ذاك الانضباط التكتيك. النضج. فيمكن الا تكلمتي على هذه المباراه ديال البايرن وديال باريس سان جيرمان، راه حتى الهدف، واخا حتى الهدف اللي تسجل عليهم، الطريقه باش تسجل ذاك الهدف، ودابا الاحصائيات وضحت على ان باريس سان جيرمان الى اونكيسي شحال من مره تماركاو لي بيوت بديبال زاريتي، اما من الكورنير اما هذا، بغاو يحتجوا الكره ما فيها والو. هما ميم يعني كنكون لنا المعلقين والمتابعين الفرنسيين كيقول لك ما كاينش فوت، رغم ان ماركينيوس بغى يمشي يحتج، ما كاينش فوت، ما كاينش سور شارج على الحارس، لان كتعاود شي ثلاث مرات ولا اربعه ولا اكثر، ما كاينش حارس غلط وتا هما غلطوا. حتى المدافعين ملي كتشوف ماركينيوس تحت منه، حكيمي قريب لهذاك اللاعب اللي غيضرب براس كان كيشوف فيه، كاين بزاف ديال الاخطاء اللي كتوقع. ثم نهضروا على شويه بنادم يلعب ويخدم، ديمبيلي خدا دو كارتون جون فاسيلمون. صحيح. علاش؟ الاولى بحال سب ذاك الحكم، ملي شداتو الكاميرا تزيد معاه في الهضره. انت الاحتراف اصاحبي، قمه الاحتراف. ورا تنهضروا على ديمبيلي. قمه الاحتراف. انا ملي كنشوف ميسي ذاك العصا اللي كان كياخذ وما كي ما عمره ما هضر. انيستا، تشافي، رولاندو، واحد عدد كبير من اللاعبين اخويا حسين، وتا زيدان في ليبوك ديالو داك الشيء كانوا كياكلوا قتله وكينوضوا ما كيهضروش، كيخلوا الحكم كيعطيهم هذا، ما كيبقاوش يتشادوا معاه. البارح هضر معاه بقى كيهضر معاه، قال لي عطاه الصفره، والواعر هي الحكم مشى هضر مع مار، قال لي راه غادي نقدر نزيدوا الثانيه الا ما حشمش. دوك الناس عرفتي رياليست ما كيعرفوش ذاك سكيفي، دار ان تاكل في الكاري 18 متر ديال الالمان وما عندوش الحق. سي ان تاكل اللي هو ما كانش كاع خصو يدار، وانت عندك صفره. هو صدق دابا موقف ليكيب ديالو، يمكن بالحضور ديال ديمبيلي، وكان مازال الوقت طويل، كان تقدر باريس سان جيرمان نقدر نقول لك على ان تقدر تعادل ولا شي حاجه، ولكن كيبقى دائما كيف كنقولوا حنا هذاك الحويجات اللي كنسميهم حنا صغار، واللي هما في حد ذاتهم راهم كبار، وملي كيتوفروا عليهم هذه الفروق بحال الباير، بحال الارسنال، بعض الفروق اللي هي ريال مدريد، البارسا، هادو فروق اللي يغيبوا تيعياو وكيجيو باقي عندهم هذاك لادين اللي كنقولوا حنا، هي اللي عند الباير. دابا كتقول باير لعبات يمكن ما دارتش، خلقوا فرص ولكن داو الماتش بالعقل ديالهم. بالعقل. انا شفت البايرن ما دارش واحد ليفور ما يديروش، انا غيخليوك انت تعذبات باريس. غادي حتى شوف باريس سان جيرمان داير دائما في لي ماتش ديالها اللي كانت كتلعب كتبقى تجري، تبقى تجري 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 تجري، سكيفي ما يمكنش، ما امبوسيبل يعني انه تبقى غادي بهذاك لو ريتم. ونفس الشيء اللي ذكرت لك البارح عاوتاني انريكي مازال يعني كيف كنقولوا حنا الخطاب ديالو
باقي هو هو يعني تيقول هذا وكاين شد الحبل ما بينه وما بين الصحافه ولا بعض الصحفيين الفرنسيين. على اين البايرن ردت ثلاثه نقاطات اللي بالنسبه ليا لا شتي الماتش راه مستحقه لانه بعض المحاولات ضيعوهم وباريس سان جيرمان رجع معك دائما انا كنضرب انا ودين بين كوبقه كان شويه يعطي واحد النفس لباريس سان جيرمان في الاخر. ولكن احنا كندوي الكلام اللي قلت لك البارح انا العقليه وحتى قوه كي غنقولها باللغه ديال الكره النفخ ما مزيانش كنبقى ننفخ فيك وانت راه غير دابا هما حيت العاصمه وبين سبورتس والفلوس موجوده وانت بين سبورتس كدير واحد الخدمه من اجل الرئيس انت راك عارف انا عشت تمايا عشت تما انا من الناس الاولين اللي علقت اللي درت تحليل على باريس سان جيرمان فاش يلاه جا الخليفي وكان بزمان انك سي حسين انا ما نخبي عليك والو كان خصك لا بدا ما تهضر على باريس سان جيرمان وكانها يعني سميتو وهذا الشيء هو اللي دابا المشكل للاسف نقولها. ثم كانت واحد المباراه اخرى ديال ارسنال اللي شدت انا بقى معاك مع باريس سان جيرمان والبايرن ميونخ وهذا لا يعني بانه انا تنشوف كان التالق ديال الجول ديال باريس سان جيرمان جبد واحد ثلاثه ديال لي بال اللي هادو هو ولاتاكون ديال البايرن. ولكن واخا كوكر دابا كيقول لك بانه ما انريكي ما نجحش في الاختيار دابا دولاروما هو ما عارفينش دابا كيتكلموا على شي غارديان دو بيت ديال روسيا جو سي با واش قال ستوش اخويا حسين ما عرفتش ما فهمتش على اي واحد ثلاثه ديال لي بالا ما شفتهم اللي حيدهم هو اللي كاين مع لاطاكون حيدهم. انا باغي ندير لك بغيتك نديروا انا وياك تقييم ديال الحكيمي البارح. وحكيم اخويا حسين دائما عنده حكيمي شفتو البارح ماشي في النيفو اللي لا حكيمي الا بغيتي تشوف حكيمي غادي يوصل لواحد الوقت راه يقدر يهبط في المستوى ديالو شي في الكره كاين مستويات كتجي في واحد الوقيته كتطلع واحد الطلعه لا يتصور اللي شافك انت في لا سيليكسيون انت مع ليكيب ديالك وتقدر تجيك واحد الوقيته بيس دو فورم وهذيك لا بيس دو فورم انا نعطيك المثال ديالها من بعد شكون هي دابا اللي وقع عليها وقع السيتي مانشستر سيتي. يلا غادي نديرو فاصل ومن بعد غادي نرجعو نكملو باقي المباريات عندنا ما يتقال بالنسبه ل كاين الارسنال سبورتينغ ليشبونه كاين الاتليتيكو مدريد وبراغ كاين الميلان كاين ما يتقال خاصه الميلان اللي كنا واحد الوقيته تنقولوا فينا يا الميلان خاسره شي جوج ماتشات ولا ثلاثه هي بينات الحقيه ديالها والعوده ربما خلال عصبه ابطال اوروبا بعد الفاصل. يلا نعود نواصل معكم البطولة مباشرة على الشدا اف ام ونواصل مع وصفة ابطال اوروبا وباقي المقابلات. تكلمنا على باريس سان جيرمان والبايرن ميونخ ما كان عندهم تروا ماتش خصهم يربحوهم وماشي ساهلين. دابا حنا كنتكلموا في لا يعلم الغيب الا الله نشوفوا ذاك الكاري ولا الفلكار شحال واحد شحال فرقة غادي تكون حيت من بعد غادي تعزلوا كاع دوك الفرق اللي هما مزيانين. لا اظن ما تتفق معايا ولا لا حتى الناس كيستمعوا لينا يكون شي واحد مويه ولا ضعيف ويقدر صعيب الا شفنا النتائج هذا سؤال صح ولا شفنا النتائج ديال البارح راه ما كاين هسه 3 5 4 تنظن صعيب اللي ماشي في النيفو ما غاديش صعيب عليه يدوز انت الميلان في اخر المطاف هي فقط وحط 3-2 لسلوفان. اذا تهنت تحترم المنطق براغ مع تشيك مع اتلتيكو مدريد هذه سلخه هادي سلخه مغربيين وراه 6-0 الاتليتيكو تاعي راه دازت عليها كلات واحد القتله تاعي في البرتغال ما عرفتش تفرج فيها الماتش ولا لا ما شفتوش شدوهم سبورتينغ ولا ما عرفت هذا تا هما ربحوهم بواحد الحصه عريضه ها هما تيمشيو تا هما وكي يمشيو حضروا على قتله تاعي براك 6 ما سهلاش 6 ما سهلاش 6 تبين بانك انت كادفيرسير راك ما كاينش في التيران ما كاينش سيتي مع فاينورد وهذا الماتش تكلمت معك البارح انا قلت لك الفريق الهولندي والحاله اللي كيمر بها الصحيه السيتي انا صراحه بقات فيا السيتي وكان التحليل علاش بقات فيا راه كان التحليل ديالك منطقي هو اللي طرا في الماتش وا قلت لك لانه واش نقدروا نشوفوا شي استفاقه ديال السيتي لان كل شيء كينتظرها وهذه المناسبه شجوك راه اللي صعيب دابا السي حسين تكون خاسر بثلاثه ودير ثلاثه ولكن باش تكون انت رابح بثلاثه والسيتي وما ادراك ما السيتي ويتماركوا عليك ثلاثه ديال الاهداف وخصوصا في الدقائق الاخيره والتعادل
شي حاجه اللي البارح الجمهور شد فراسو لا الصغير لا الكبير صحيح كلشي كان كيتكلم لا ما تيقهاش لا بطل أوروبا. انا كنقول بانه غوارديولا البارح خصو يستر عليها بالحمر بانه دفاعيا السيتي يعاني بصعب باش وفي مع لا بليسير ديال رودري في الميليو تيرا خاص السيتي ترجع لها هذاك التوهج ديالها عندنا في ميليو تيرا لا طونك الكره كتوصل للديفونس غادي يبقى عاني السيتي لان البارح الاهداف اللي تسجلات اغلاط صحيح وماشي في الحجم ديال ذاك الفريق العالمي اللي يلاه فاز بالشامبيون ويلاه دار ودار ودار نعم انا كنضرب انه السيتي كيتعذب لان دوك ثلاثه الاهداف ديك الوقيته انا شفت حتى التعبير ديال الفرحه ملي كانوا كيشجعوا السيتي بواحد الطريقه كانوا كيعبروا الفرحه شي الهدف الاول سميتو ديال سميتو ماشي فودين وقيلا لا لا الاول سميتو مول الشعر الوند 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 شي كيضرب الكره في الشبكه رجعها عاوتاني واحد الضغط وذاك الطاك الكليسون اللي دار ولكن صراحه بقاو فيا البارح بقاو فيا علاش انك تقول 3-0 يلا خرجوا غادي يخرجوا من ديك القوقعه ديال هذا فاذا بهم 3-3 لا اظن بانه غوارديولا غيكون راضي بهذيك النتيجه بطبيعه الحال بطبيعه الحال الطريقه باش تسجلوا عليه دوك الاهداف حققتي كل شيء مع مانشستر لا هو دفاع دفاع ديالك لا هو شوف الريجيم ينزل ينزل اخويا حسين ولكن اش خاصك خاصك انت عاوتاني كيفاش دابا راه كيقول لك غوارديولا ما لقاش الحل شي كاع هذيك غوارديولا العليم غوارديولا اللي دار وشي دابا الحاجه اللي كتقال دابا الحل ما لقاش دابا غوارديولا للسيتي من بعد ما طاح في هذا الفخ صعيبه القضيه لا صعيبه غوارديولا بغينا نهضروا على غوارديولا غوارديولا في البصر برشلونه غوارديولا في بايرن ميونخ غوارديولا في مانشستر سيتي ما يختلفوش جوج بان غوارديولا اي فرقه شدها تيمشي معاها كيدير داك كيدير داك الانجاز كيحط لا كيدير داك لومبرانت ديالو خصك لا بدا داك البيتي جو لوان تو تيعتمد على التقنيات اكثر فهمتي كيمشي للبوطو ما تنشوفش معايا بان غوارديولا في واحد القضيه هو انه تيوصل واحد المستوى صابح لا تيتبلوكا تراضي مع البارسا وتراضي مع البيار عقلتي مع بايرن ميونخ لا راه دابا درجه بايرن ميونخ دابا تيقول لك واش ما كانش بامكانه ما يزيدش يحبس الكارير كلها لا ما كانش يزيد مع السيتي مع السيتي زاد معاهم كان زعما الوقت اللي حقق هذوك النتائج حسين كان خصو يمشي دابا كلشي تيقولها واش ما دارش غلط الوقت اللي مدد العقد ديالو مع السيتي نعم وهو السيتي راه تيعاني على مستوى البطوله الانجليزيه والان هذه كما قلت لها التعادل 3-3 تيبين بان راه عندك مشكل واللي بان البارح في مانشستر سيتي من خلال اللاعبين خاصه ديك الكره ديال هالاند البيت الاول جا تيجري ورجع للشبكه وخوت لا باغي علاش وراه لعب صاريف 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 غير هو دفاعيا يعاني السيتي ماشي دابا مده هو كيعاني صحيح اذا كاع داكشي اللي قلتي لنا البارح على مانشستر سيتي هو شفناه البارح في المباراه حقيقه بانه فعلا لن يعاني وهو عانى امام فاينول غادي نمشيو مباراه الارسنال ارسنال لشبونه 5-1 بقاو في سبورتينغ لانه كيديروا دي بون ماتش وشداتهم الارسنال اللي على الاكستيريور شحال هادي ما داروا دي بون ما ربحوش ربحوا البارح بالطريقه وكيف كنقولوا حنا بلا مانيير وباش ما بغيتي كلاو لي يمكن المدرب الجديد اللي كاين عند سبورتينغ يعني الاخر راه مشى اليونايتد هذا وقيله واش توا ماشي مشكل مطروح في حد ذاته التغيير ديال المدرب وسط البطوله وبطوله ديال تشامبيونز ليغ ماشي سهله ماشي سهله وكما قلتي تتلعب على الجزئيات ايوا دابا مدرب مشى يخدم في واحد البلاصه اخرى هذا اللي كاين تمايا وقيله غير كان معاه ولا ما عاد كان عند لي جون سمعت البارح بحال هكا ما سمعتش مزيان تيقدروا الدراري اللي كيتصنتوا لينا يزيدوا يعطونا معلومه فكنظن انه ارسنال لو نيفو ديال البطوله الانجليزيه تيحتم عليهم على انهم ملي كيخرجوا يلعبوا مع فرق تيكون عندهم ذاك التفوق صحيح وسيرتو ان الارسنال مكلاسي مزيان لكن عندهم ذاك التفوق عندهم حيت البطوله اللي عندهم صعيبه وصعيبه بزاف صعيبه وتتخول لك البطوله الانجليزيه صحيح تخول لك تلعب مع اي فريق اي فريق في العالم صحيح وخاصه ان الارسنال راه مكلاسي مزيان في البطوله وغدا مزيان كاينه بارسا بارسا مع برشلونه مع بريست يمكن اللي غيسمع 3-0 غيتسحابوا كانت مباراه سهله بالعكس بريست كان واقف
ولكن غنقول لك واحد القضيه على تكلمت عليها قبيله في المداخله الاولى ديالي. كاين فراقي كيف كنقولوا حنا ما يقدروش يموتوا. تيكونوا دائما صحيح. هما داروا جوج في الماتش ديال البطوله ولكن البارسا كتبقى براسها بدوك الدراري الصغار اللي دايرين دابا. انا اللي كنشوف هو ان شاء الله هو ذاك المستقبل ديال الفرقه لان عنده دراري صغار وغاديين كياخذوا دابا تجربه. ديجا البارح يمين ما كانش راه كان سير جالس في ليكرادان كيتفرج الدراري اللي لاعبين تما دراري صغار. ليفاندوفسكي هو القائد تقريبا هو البيزاجي اللي كاين دابا في ليكيب ديال بارسا. كاين رافينيا وكاين واحد العدد كبير ديال الدراري ربحوا بثلاثه بالطريقه وهذا ما خلاوش بريستي شتي بريست كون كان شي فريق اخر تكنيكمون في لا بوسيسيون دو بال ما كاينش يخلقوا ليه مشكل وضيروا يخلقوا مشكل لفرق اخرين اللي ما عندهمش. بارسا البارح كلاتهم عرفتي باش بداك الانديفيدياليتي وبدا لا بوسيسيون دو بال وشدوهم في وسط الكاري ما كيخليهمش يخرجوا من لا موتي ديال السونتر سكي في وذاك ان دو التوغلات من الكوتي دروا ومن الكوتي غوش محلول يا بريست محلوها. على اي بريست كيبقى فريق اللي مازال عنده حدود باش تحترم المنطقه لا وغادي يدوز يقدر يدوز بريست حسين يقدر يدوز يقدر يدوز واخا غادي نمشيو ليفركوزن مع ريد بول سانسبورغ 5-0 ليفركوزن نوعا ما تحترم المنطقه الكرويه. ليفركوزن منذ الفوز ديالو بالبطوله الالمانيه وعندي المحافظه ديالو على المدرب كيقدم مباريات في المستوى كيعجبني انا كرويا شفتو اش دار مع ريال مدريد ومع كيعجبني فريق اللي صراحه نقدر نقول لك على المدرب عنده حتى هو ملي كنتكلموا على غوارديولا على انشيلوتي كاينين مدربين اللي لابد ما كتشوف كاينه شي حاجه ديالهم ملعوبه في التنا كاينه صحيح. اذا تقريبا هذه المقابلات بقات لانتر ميلان مع لايبزيش واحد لصفر. هنا بغيت نسولك فخر الدين ملي تنشوفوا بان مثلا ميلان عانات في واحد جوج ماتشات خسراتهم تقريبا الانتر رابحه بواحد وبزاز ميلان مع سلوفان بثلاثه لجوج وكادت سلوفان انها تعادل فينكا جيفونتوس الكره الايطاليه اللي كانت واحد الوقيته الطوب ديال الكره العالميه كلشي تيمشي تيتفرج في جيفونتوس والميلان راه داك الطوب حسين كيجي باللعابه اكتبك قدام اللي يقول لك المقياس ديال الكره هو محدود في المدن. كتقول البرازيل ملي كتكلم على البرازيل في العهد ديال بولي وغارينشا ولا في العهد ديال زيكو سقراطيس وإدير وزيدو ما يزيدو ريفيلينو هادو ملي كنقول لك هاد الاشخاص هادو هما البرازيل. نعم علاش كنتي كتقول البرازيل احسن فريق في العالم؟ لان كانوا لعابه اللي عنده اللعابه اللي عنده صحيح هما اللي دايرين البرازيل صحيح احسن بلد في الكره في العالم والفرق اللي كيتوفر عندك ساعات سانتوس وفلامينغو واحد العدد كبير من انديه البرازيليه اللي ما كنتش تقدر تربحها هادو لاعبين محليين حيت حتى الناس اللي كانت كتحترف كانت قليله وقليله جدا يعني تبارك الله اللعابه كانوا من تما كيخرجوا اللي شدوه كيسلخوه. انت دابا اليوم كتكلم على ليزيطاليان عاوتاني الا قلتي طاليان خصك ترجع للوراء شكون هما الناس اللي كانوا في طاليان ترجع معايا غير الفينال ولا الماتش اللي كانت لعباته البرازيل مع الطاليان ديال 3-2 ديال باولو روسي اللي ماركا فيه ثلاثه ديال الاهداف باللعابه اللي كانوا كيتوفروا عليهم ليزيطاليان في ديك الوقيته القيمه ديال انت جاي شتي على باجيو باجيو بيرلو بيرلو وانت جاي واحد عدد كبير ديال اللاعبين هذا كونتي دابا اللي نيت لي مدرب عدد كبير من اللاعبين ونجوم وكويريا كانوا كيمتعوا اليوم حسين ملي كتكلم على طاليان ملي كتجي حتى لذاك المنتخب راه غير كان بحال كنضاربوا صحيح فهمتي صحيح دابا شي طاليان بحال كيضرب صحيح كتبقى هذيك الاسم ديال الطاليان ولكن كلاعبين هذا باقي ما وصلوش للمستوى اللي كان عند اللعابه اللي كانوا قبل منهم اللي كانوا الاولين اللي كانوا كيدخلوا كيمتعوك وما تربحهمش ولا بغاو 0-0 كياخذوها
بغاو يحافظوا على واحد ما تماركيش عليهم ما تماركيش عليهم ديفونس كانت سوليد ما كاينش هادشي كله تبدل دابا دابا شتي وليتي الطاليان دابا الا داز المونديال الا داز تتقسى لك في الروح عيب ولا ما دازش كاع مؤخرا راه ما كدوش راه بحال كتقول شي نكسه نكسه ما يمكنش ما تكلمش على كاس العالم بدون يدير منتخب ايطاليا ولكن هذا راه الماضي الحاضر راه هذوك الدراري راه ماني سبب الطاليان ما دازش هذوك اللعابه اللي كاينين تما انت دابا كتكلم على على الطاليان راه كاين بعض الفرق هنا اللي خصك تجبدهم بحال دابا تشيك ولا بولون وهذا واحد الوقيته من الاوقات راه هادو عطاو لعابه مستوى عالي بونياك منين بونياك بولونيا راه كانوا لعابه دازوا في الكره هذيك سميتو براغ دابا ملي كتمشي ولا كتمشي لروسيا ولا كتمشي لبلغاريا ولا كتمشي كانوا فراقي ما تقدرش تربحهم باللعابه اللي كيتفرعوا عليهم اليوم صحيح. عالميا لو نيفو انا نقول عليك النيفو غادي وتي حتى دوك النجوم اللي كان دوك بالكثره غادي نكفتاخذهم دابا راه الا بان شي واحد راه كنديروا عليه قيامه صحيح تخاطيف عليه صحيح شي كوك ماشي تخاطيف راه تقدر تقول لي انا تكاف واحد العهد هذه 20 عام قلب هجوم تغمض عينك وتاخذ شحال من واحد موجودي كانوا تبارك الله الهدافين فين ما مشيتي صحيح دابا بالريق الناشف باش تبحث راه باري سان جيرمان دابا موضوع ديالها اللي محطوط دابا ديال الساعه قال لك كان خصها تجيب قلب هجوم و 50 ولا 60 كتقول لك فينا هو راه ما كاينش يعني تف عندهم الحق حتى في الكره و 40 كتقول لك لا خصهم سميتو هذا هو تضارب الاراء صحيح صحيح وقلتي واحد قلتي واحد الامر مهم جدا اللي هو الكاليتي دو جوور دو جوور بدات غدا تطيح غدا تطيح راه عالميا حسين انا دابا تنسول انا تنقول ديما تنطرح واش تتفق معايا فخر الدين انا تنقول مثلا كاين نجوم اللي ما غاديش نقصوا من القيمه ديالهم بطبيعه الحال ملي نتكلم لك على كريستيانو رونالدو ملي نتكلم على بنزيما ملي نتكلم على ميسي ولا بزاف ديال اللعابه انا تنقول هادو كون كانوا واحد الوقيته ربما ما يبانوش هاد النجوم يكونوا مزاحمين فوالا ما غير الوقيته اللي جا في هذاك رولاندو ولا رونالدينو البرازيلي اللي كان وقع عليه مشكل صحيح وهذاك راه كان كيفرج دابا راه كاين لقطات في الفيديو اللي شتيه راه خطير داكشي اللي كان كيدير راه يمكن الوقيته الناس كانت كتفرج ما كدياش بزاف ديال الحوايج دابا لقطات ديالو الا دخلتي مشيتي شتيهم راه عنده شي حوايج ما كيديرهمش شحال من واحد صحيح ولكن كي قلتي انت جا في وقت واحد البلاصه عباد الله كل واحد عنده ثلاثة أربعة صحيح وتخبى واش فهمتي دابا لا دابا غير كيظهر شي لعاب غير في واحد مستوى اللي هو ما ماشي عادي او دوسو فهمتي الا اخرين عندهم 6 على 10 ولا 5 هو اللي كانت عنده 7 على 10 تيبان احسن منهم تيبان لان الساحه خاويه تيبان احسن منهم الساحه خاويه وحتى دابا اللي عنده الاكسبيرونس راه خدام دابا ليفاندوفسكي هو دابا كيماركي تقول لي هذا المدرب ما يقدرش يقول لي لا ما تلعبش واش فهمتي نعم هو كيلعب وكيماركي ولكن واحد الفرق عاوتاني هو ملي كيمشي لبولونيا ما كيقدر يدير والو علاش حسين ديما كنقولوها اللي دايرين به على قد الحال تهز ليفاندوفسكي ودير دير الالماني المنتخب الالماني ولا دير شي منتخب انجليزي ولا اللي غيخدموا عليه ليفاندوفسكي غادي يبان لك احسن من احسن من ليفاندوفسكي ديال بولونيا نعم والشيء اللي بغينا نديروا ليه الاسقاط على الكعبي الكعبي هو هاتريك مؤخرا هو ضرب الهاتريك وتيماركي في كل ماتش دابا هو الهداف ديال البطوله اليونانيه تقول علاش الكعبي تيماركي هو لدرجه ماركا هاتريك ولا هداف وعندنا حنا لا لكن شوف شوف خاص اللي يلعبوا هذه القضيه ديال هذه القضيه ديال سميتو اون فوا كتدخل في واحد السيستيم جو اللي هو تداريب ديال اليوميه والمباريات صافي دخلتي تنولي نعرف فين نمشي فين نوقف كيفاش غيعطي لي لا دروا كيفاش غيدير لي فهمتي المنتخب كنجي عندي على ثلاث ايام ثلاث ايام ما كافيانيش انا مع دوك الدراري كيفاش غادي نمشي مع دياز ولا مع وناحي فهمتي اش بقول هذا هو الفرق اللي كاين على اي يلا انا عجبتني هذه الكلمه اللي قلتها فخر الدين بانه بالفعل كانوا لعابه كانوا لا يشق لهم غبار لان حنا دوك حنا من ديك الجينيراسيون اللي تفرجات في الطاليان ديال 90 وتفرجات في الطاليان ديال 80 ديال 86 87 تفرجناها في هذيك الوقيته وانا باقي عاقل عليها مزيان
حقيقة باقي تنقلنا على الدنمارك ملي تجي دابا واحد يقول لك الدنمارك الدنمارك عطات واحد جوج لعابة لو ضروب عقلت على لو ضروب ما شاء الله واحد جوج ديال اللعابة على أين ولارسن ولارسن كانت فرقات هي تبارك الله صحيح تا صايب بالنسبة كقول كيريتو فان باستان فان باستان كاين شوف كانوا دي جوار كانوا دي جوار في المستوى الكبير فيغو نعم إلا جينا نهضرو كانت لا كاليتي وكانت روماريو وكانت الكثرة كافو تركترة كانت نعم تركترة كانت الكثرة صحيح دابا لا ما كاينش كثرة دابا البريزيل البريزيل كيتوعد لك واحد ولا جوج هي البريزيل وما أدراك وكيتعذبوا علاش فخر الدين طورات كورة لا 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 شوف الاتجاهات اللي كانت عندنا مشكل في اللعب بحال كتقول بكري اللي خرج كيخرج هز معاه بالون لا في المغرب لا في ما مشيتي دابا القضيه في المغرب السكن لا دابا السكن فرض عليك واحد القضيه النمط العيشي صحيح حتى هو تفرض عليك الملاعب تفرضات عليك ما بقاتش عندك فين سميتو ليسباس ثم الاباء وداك الشيء داك الدراري اللي كان كيخرج حدا راس الدرب ويبقى مقصر حتى الليل سي فيني دابا خصك ولدك خصو يدخل خصو يقرا ولا دخل لك الدار خصو يهز لك شي حاجه يلعب بها شي بي سي ولا شي حاجه وليو الوغ كو كتهضر انت على واحد الجيل ديال الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى التسعينات ونقول انا كاع نزيد معاه حتى الالفيه هذا جيل عاش في الزنقة كيلعب الكرة كيدخل حتى الليل فهمتيني وحتى هاد الوقيته اللي كنهضر لك عليها الالفيه عطات واحد العدد كبير حنا نعطيوها مقارنه حنا هربنا على اوروبا وندخلوا على المغرب راه هنايا اي مدينه مشيتي لها فيها واحد العدد كبير دابا الخريطه تغيرت صحيح تغيرت خريطه صحيح وكان الكثره ديال اللعاب المدرب تيحير شكون غادي يدخل ويلعب ويحط في البونتو صحيح يلا غادي نمشيو للمباريات اللي غادي تلعب اليوم ان شاء الله ومن بعد غادي نهضروا على مباراه الجيش الملكي والرجاء البيضاوي عديد من المباريات اللي غادي تكون اليوم ان شاء الله عندنا صبروا عليا واحد شويه كاين ماتشات عاوتاني اليوم كاين ماتشات واقوى ماتش والتيتر هو ديال الريال ماتش كبير ديال الريال لمدريد هذا هو التيتر البارز غادي نديرو فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نرجعوا ونكملوا معكم ونهضروا على المقابلات ديال اليوم في عصبة أبطال أوروبا يلا نعود ونواصل معكم برنامج البطولة على الشبع فهم دائما مباشرة ومع الكابتن فخر الدين نمشي ونشوفوا اللائحة ديال اليوم الماتشات اللي غادي تلعبوا اليوم ديال دوري أبطال أوروبا العنوان البارز التيتر كما قلت قبل الفاصل ريال مدريد ليفربول فخر الدين هذا استنبول ماتش ليفربول صراحة غادي في واحد الخط السعودي وكيحققوا نتائج مزيانه ديرنييرمون راه ربحوا بثلاثه صلاح في لا غراند فورم حتى المدرب اللي عوض يعني كلوب صراحه كلشي كيتكلم عليه ماشي من السهل نعطيك فرقه ديجا كانت مزيانه وتقريبا في نفس اللعابه اللي عندك خصك تغير انت من العطاء ديال دوك الدراري وهي اللي وقعت لهذا المدرب على انه عدد كبير من اللاعبين اللي كانوا في ليفربول اللي ما كانوش بواحد مستوى كبير مع 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 كلوب اليوم تيقدموا مستويات مزيانه منهم صلاح اللي كدابا كيتضرب وكيشجل وكيدير فريق اللي غادي في اتجاه صحيح ما تنساش واحد السيمانه هذه غيكون واحد الديربي مع صعيب سيتي وليفربول حتى هو انا هنا واقيلا كيبان ليا غوارديولا وحالوش كين أسل لأنه صار كين فارق دابا في العطاء ما بين الفرقي رجعوا للماتش نيو بغيت نشوف يا ريال مدريد بنا فينيسيوس بلا فينيسيوس واش المساحة يقدر ياخذها مبابي قال لك رب ضر نافع رب وكاين حديث على ابراهيم دياز لا ابراهيم دياز انه قال لك في صالح ابراهيم دياز فينيسيوس لا من غير لا ماشي رغم ان البوست ما قريبش لا دياز كيلعب كيدخل مره وكيدير لا ديفيرونس انا بغيت نشوف حيت بزاف ديال الكواري كيمشي بهم فينيسيوس اكثر ما هو مبابي واش في حاله غياب فينيسيوس واش نقدروا نشوفوا مبابي
اليوم حيت وبيني وبينك مبابي خاصو يفيق ويدير ان بون ماتش مع مع ريال مدريد لان كتعرف الصحافه الاسبانيه ما تترحمش ماشي ما كترحمش راه ديجا دابا كيتكلموا عليه كثير وعارفين بانه العطاء ديالو ماشي هو هذاك وماشي داكشي علاش جبناك شي ملي كتمشي لواحد الفرق اللي هما متعودين على الشامبيونز ليغ ومتعودين على هذا ماشي دابا كان في باريس سان جيرمان راك شتيه كيمارك يوميا الخصوم اللي كيلعب معاهم على قد الحال جيتي لواحد الفريق اللي هو في الاسبان حتى لو نيفو ديال لي زيكيب اللي كتلعب معاهم كتلقى مشكله مع الديفونسور وداكشي فهذا ماتش يتشاف ما يكون سهل بالنسبه لريال مدريد ما يكون سهل لريال مدريد صحيح وكما قلت بان ليفربول غدا مزيان في البطوله والاستفاقه ديال اللعابه ديالها صحيح ملي تكلمتي على اللاعب المصري صلاح انا تفرجت في صلاح مع كلوب واحد الوقيته واحد ثلاثه الماتشات الاخرين مع كلوب تنشوف صلاح ما تيماركيش وتنشوف صلاح ما تيجريش وتنشوف صلاح بحال ما كاينه شي حاجه انا واحد الوقيته كان وقع مشكل عقلتي ما عرفتش شتي اللقطه كنخرجوا وتزيدوا في الهضره في هكا سير هكا واقفين وشداتهم الكاميرا وكان تيدخل صلاح ما تيدير حتى شي حاجه تقريبا دابا صلاح من المدرب الجديد صلاح اخر صلاح الاولاني ماشي هكا دابا هو بحال كتقول عاوتاني عطاه دم جديد كنوظفك كيكون عندي واحد الخطاب مع ذاك اللاعب يا اما في الاتجاه الصحيح وكينجح ولا كيكون في الخطا وما كينجحش كيولي هذاك اللاعب عاوتاني كيمشي كيغلط شو الدرجه ديال المدرب شحال مهم في الفرقه بيان سور شو المدرب راه دابا هذاك اللي كان عند اليونايتد من المشاكل اللي كان كيعيشوها هو الفيستيار ولا كومينيكاسيون كان شويه عنده شي خطاب هذا الاختيارات ديالو عانى معاه المرابط عانى معاه كاسيميرو بزاف ديال اللعابه اللي عانوا معاه في راشفورد كان ما كيدخلش كيجلس كان الخطاب كان عنده والتواصل ما كانش عنده مع اللعابه ورغم ان تلقى بعض المدربين تيمشي مدرب وتيجي مدرب وما تيتبدل والو في الفرقه في التركيبه ديال الفرقه راه ما تيتبدل والو نفس اللعابه الا ما تبدلش راه كيتسمى راه ما عطى والو وتتقلب الفرقه في اللعب ديالها خصني الا جيتي عندي خصك تعطيني ان بلوس انا ديما تنقول هذه القضيه هذه انا ملي كنجيبك على شي حاجه غتزيد عليا الا ما غتزيدني والو بلاش صحيح على اي وهادشي اللي طرى ليفربول كاين ماتش اليوم كذلك الماتش ديال ليفربول وريال مدريد مع تسعود بالتوقيت المغربي كاين ماتش حتى هو غادي يكون خصو يتشاف تنظن بانه غادي يكون مزيان كاين موناكو وبينيفيكا موناكو يمكن كيفيها تعادل دوز ولكن الماتش مع بينيفيكا غيكون صعيب حيت لي بورتوغي مزيانين مزيانين في هاد الشامبيونز ليغ كيديروا دي بون ريزولتا على اي ستا ماتش اللي هو باراج بالنسبه لي دو زيكيب كل واحد غيبغي ينتصر فيه الا تكلمنا على استون فيلا جيفونتوس حتى هذا ماتش مزيان استون فيلا حاليا انا كنقول لك شوف الكره الانجليزيه وزيد على الكره الطليانيه هادو بداك لي ديال ديالهم هاد لي زونغلي وبدك التدخلات ديالهم لي زيطانيا بداك اللعب اللي كنقولوا حنا ما بقاش 100% ولكن نقدروا نخليو فيه واحد 40 حتى 50% جيفونتيس مؤخرا مع موراتا كان غادي مدرب اللي عندهم كانوا دايرين دي بون ريزولتا ولكن شتم وقيله مؤخرا حسين ما كاينش نتائج اللي هي فهمتيني شويه نتائج غادي وكتنزل بالنسبه لجيفونتيس لا لا جيفونتيس كان هضر لك انا دابا هضرتك على جيفونتيس ديك جيفونتيس غيكون عندها ماتش غيكون عندها ماتش غيكون صعيب غيكون صعيب مع استون فيلا صعب جدا غادي ناخذوا ماتش حتى هو ربما غادي يقدر يكون فيه فرجات تقدر تكون فيه متعه يقدر يكون مغلوق شويه دينامو زاغريب مع بورسيا دورتموند لا هذا واحد الكره ديال زاغريب اللي كان هضرت لك عليها قبل اللي تبدلات ما بقاتش وواحد الكره دي الالمانيه ديال دورتموند اللي كيقدم مباريات في المستوى ولكن دورتموند غير محظوظ وما نساوش مع ريال مدريد شي وقت يوصل لسميتو انا كنقول بان دورتموند في اطار البحث على لماذا بالك اللقب ديال الشامبيونز ليغ وفي صح ملي شفنا في الماتشات ديالو كونتر سيرتو الريال بان بان فرقه كبيره لا تبارك الله كيلعبوا كبيره كيلعبوا الكره وقفتي الريال ما كيلعبوا الكره كاين ايندهوفن وشاختار وشاختار واذا مباراه كنقول انا متساويه ما كاينش واخا نعطي نقدر نعطي
إيندهوفن نقدر ماشي زعما السيرة ولكن نقدر نشطح الايدون السلتيك وبروج لا الفريق بلجيكي والسلتيك ديال سميتو سلتيك ايرلاند سميتو ياك ديال الايرلاند سلتيك بارن لا ماشي ديال لا اظن ديال سكوتلاند سكوتلاند و القوه هذوك كيعتمدوا على متكافئه شويه لا لا كيجيني هاد الايرلنديين والسكوتلنديين في كورتهم باقي ما وصلوش لذاك راه اللي دابا غادي يخرج من ذاك لو جو القديم راه هما لي زونغلي بحضور لاعبين دوليين ديال البرازيل وديال يعني كيقولوا في لاميريك لاتين وحتى شمال افريقيا غاديين الكره كتنزل عندهم الارض انا نقول لك باللغه ديال الكره الانجليز الكره بدات كتنزل عندهم الارض عكس ما كانت واحد فتره من الاوقات صحيح. كانت الفوق صحيح كان اللاعب الطويل ورا سكوتلاند وهادو باقي عندهم هذه القضيه هذه باقي ما خرجوش من ولكن عاوتاني كيف فرق شوف البطولات معايا كي دايرين هذه البطولات كنتكلم عليها شو كي دايره عامره بنجوم هادو ما كاينش شي حاجه كثير بروج فريق بلجيكا راه ما حسين هادو طون زون طون كيخلق لي انا كنشوفو كينتصر الكره البلجيكيه نزلت بواحد الشكل رهيب نزلت الكره البلجيكيه صحيح المشاركات ديالهم راك شتيها المنتخبات ديالهم ما بقيتيش كتشوفهم يعني كيف كانوا شحال هادي بولون وليل طاليان مع فرنسا هادو هضرتك انا كتك على ليل هذا راه يقدر يكون ماتش مزيان هذا بولون لكن هذا تقدر تفرش الكره تشوف غير تكتيك تشوف واحد الماتش اللي هو مخلوق انا هادو ماتشات ما كنعوش عليهم بزاف وبقى الماتش الاخير هو شوروم غرانس مع جيرونا تنظن ماتش على اين التكهن فيه صعيب لانه متواضع الفريقات بوش على اين اذا العنوان البارز اليوم ان شاء الله للاشاره فكل ماتشات غادي يبداو مع 9 ديال الليل بتوقيت المغربي دائما يعني غرينيتش زائد واحد كلهم 9 ديال الليل الا هذا الماتش اللي قلنا ديال جيرونا مع 7 لاروب وتبقى العنوان الابرز ليفربول وريال ريال مدريد يلا على النتائج ديال البارح والماتشات ديال اليوم شفنا وتنظن بان حتى اليوم غادي يكونوا نفس النتائج نبداو نشوفوا فرقه رابحه ب4 فرقه رابحه ب5 فرقه رابحه ب3 النظام الجديد ديال البطوله شويه ما تيبانش لك فخر الدين ضر ديك الكاليتي ديال عصبه ابطال اوروبا ملي تبدا تشوف فرق كتخسر ب6 كان عندها واحد يعني برستيج صحيح وحتى المتابعه ديالها كانت معروفه كيكونوا عندك ماتشات نهار الثلاث ولا نهار الاربعاء معروفين ما كيكونوش كثار ما كاينش الكثره وكانت كيكونوا على الاقل دو ماتش هادشي اللي كان كيكون طاف طاف كتشوف مع راسك وكت حنا تكلمنا على هاد الاختيارات واش صالح يعني الكره اوروبيه حنا ما نقولوش نضرب بالجمع ولا لا ما هادشي ما غاديش يبان لك دابا حتى ندخلوا في الشق الثاني من يعني كيكون الاقصائيات ولماذا نشوفوا التعبير ديال هاد الفروق من بعد ما تسالي هاد شنو هو الجواب اللي غادي يكون ملي نوضع عليك السؤال ونقول لك كيفاش شنو هو الراي ديالك الا كان واحد عدد كبير ما موافقينش ولكن انا عاوتاني كنشوف الفيفا ما كتشاورش ملي كتحط شي حاجه كديرها قبل راك انت عارف لكن الصندوق غادي يدخل وغادي يدير يا راه ما كيهمهاش بعض المرات الصحه ديال اللعابه ولا المدرب ولا الجمهور اكثر ما هو المستشارين كانوا بعض الخبراء منهم خبراء اسبانيين في كرة القدم وكتبوا في مقالات صحفية على هذه القضية يعني قال لك بأنه عطوه بحال واحد النوع مادام الفيفا باغا تمشي في أنها تكثر الماتشات وهذا الوعاء الفرجاوي والمالي كذلك عطاو واحد الاقتراح انا عجبني ما عرفتش كي غادي تشوفوا انت فخر الدين قال لك بانه علاش ما نشدوش الابطال ديال المؤتمر الاوروبي
دوري المؤتمر الاوروبي مع الناس ديال عصبه ابطال اوروبا، وندخلوا الناس ديال المؤتمر الاوروبي اللي تيتكلاس الاول والثاني والثالث والرابع مثلا والخامس، يدخلوا ديجا هادو احتكوا، ديجا لعبوا ماتشات كبار في المؤتمر الاوروبي، ديجا عندهم ماتشات في رجليهم، ماشي فرق صغار، لان حتى المؤتمر الاوروبي باش يمشي الاول والثاني والثالث الرابع ويدخلوهم في عصبه ابطال اوروبا في الاقصائيات. وهذا كيبقى رأي نزيدوا في الماتشات وما نكتروهمش بزاف. دابا حسين راه بزاف ديال الاراء موضوع وبزاف ديال اختلاف الراي، ما عرفت كيفاش غادي يمشي هادشي. راه دابا الضحيه راه هو اللعب، هو اللعب، هو اللعب، لانه حتى نقدر نزيد معاه الجمهور المتلقي، لان كتكثر عليا ما ما كنعرفش راسي فين غادي نتجه. هو بحال البارح نيت اش كنقول لك انا، لا هادشي اللي ولا دابا فيهاش فاش تتفرج، ماشي فاش تتفرج، تشوف هالبارسا لعبات، تشوف بزاف بزاف بزاف، تقول فين حتى الملتقي، حتى الملتقي تا هو مسكين كيدوخ. صحيح صحيح، وعلى اي، ولكن في اخر المطاف اللي غادي ياكل العصا في هادشي هو اللاعب، لانه كما قلت لك غادي يخرجوا دابا من سي باين ماشي. دابا دابا السيتي بالمورال ديالها، ليفربول ربحت البارح، السيتي دابا مورالمون بالطريقه باش جايه عندها ماتش مع ليفربول، مع ليفربول يلا صعيب، صعيب 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 صعيب، داك اللاعب تخرجوا ما لعبش مع فريق عادي. نعم، ودابا لعب رمدي كونسونطري، ماشي 3-3 زاد دي كونسونطري، هما هما راه محترفين، ولكن سان امبيش با كتبقى ديك ال 1% ديال التاثير كما قلتي، ما يحيدش فهمتيني، ما غاديش يحيد ماشي عادي تتاثر لعب. غادي نتمشى انايا ونلعب عاوتاني نهار السبت ولا الاحد مع 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 ليفربول، مع فريق اللي هو والو دايره الكره معاه، كيشجل كيدير النتائج ديالو هذا سكيف، غادي غادي تزيد صعب الامور على 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 السيتي في هذا الماتش نهار نهار الاحد. يلا غادي نمشيو مواصل معكم ان شاء الله، غادي نمشيو لي ابطال عصبه ابطال افريقيا والرجاء البيضاوي والجيش الملكي، مقابله كل واحد كيفاش شافها، كل واحد من موقعه كيفاش شافها. غادي نحاولوا ما امكن اننا نمشيو في التحليل والنقاش ديال المباراه. الرجاء تنهزم بهدفين للصفر، خلينا نقولوا ربما الجيش الملكي عرف كيفاش يسرق الانتصار بطريقه ذكيه، بواحد النوع ديال الذكاء وواحد الانضباط تكتيكي داخل الملعب، خلى فريق الرجاء البيضاوي ينهزم في اولى مباراته في عصبه ابطال اوروبا امام الجيش الملكي بهدفين لصفر. فاصل بعده سنواصل إن شاء الله ونناقش معكم هذه المباراة مع الكوتش فخر الدين. إذن نعود ونواصل معكم برنامج البطولة دائما مباشرة على الشدا FM، غادي نمشي وغادي إن شاء الله نتواصل معكم على أرقامنا الهاتفية 0532-36-0536 للتواصل، وغادي نمشي ونهضروا على المقابلة اللي شافوها المغاربة كاملين البارح، مقابلة الرجاء كاع المحبين وعشاق كرة القدم، الرجاء البيضاوي والجيش الملكي عصبة أبطال أوروبا، هزيمة لفريق الرجاء البيضاوي. عصبة أوروبا افريقيا، افريقيا اوروبا، قلت اوروبا، بقينا مع اوروبا، بقينا مع اوروبا. عصبة ابطال افريقيا، الجيش الملكي ينتصر بهدفين لصفر. الى جينا نشوفوا الهدفين، لو نديروا بعدا نشوف مجمل على الماتش، كي جاك الماتش فخر الدين؟ لا هو هو شوف، تكلمنا على هذا الماتش قبل ما يتلعب، عطينا الحاله الصحيه ديال كلا الفريقين، يعني الظروف اللي كيمروا بها والنتائج اللي كيحصلوا عليها، وخليت لك ديك 90 دقيقه بوحده، ديك 90 دقيقه ديال كوب دافريك صحيح خلاها بوحده، ما عرفتش عقلتي على هذا الكلام اللي قلت لك ولا لا. قلت لك انا دابا نهضروا في البطوله، عطيتك دابا الشرح ديال البطوله وكيفاش كيمشي، ولكن راني 90 ديال ها هي 90 ديال افريقيا فرزت لنا عطاء اخر، عطاء اخر. شفنا فريق الجيش الملكي مباراه ما كانتش خايبه، ولكن الطريقه باش يعني باش نهزم فريق الرجاء فيها تقريبا حويجات كل حدا على حده. نقدر نقول لك على فريق الجيش الملكي ملي كتفرج من انطلاق المباراه
وهذا التصريح ديال حمودان قالها، قال لك اودي حنا معولين على المحاولات المضاده، يعني كيف كنقولوا حنا اشاك فوا يكون ان كونتر نشكل به خطوره، لانه كيتوفروا على لاعبين في الشكل ديالو هو اللي رابيد، وداك الشيء ما كانوش بزاف ديال 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 المحاولات بالنسبه للفريق الجيش، ولكن اشاك فوا ملي كانت كتحلي الفرصه كان كيقدر يخلق مشكل لفريق الرجاء، ولكن الرجاء كانت عنده استحواذ ديال الكره وكانت عنده كان عنده ضغط، ولكن هذاك الضغط بدون نتيجه شنو هو الضغط؟ هو انه ابار الكره اللي غيجب الخياطي ديال النفاتي اللي كانت في الارض وشي وحده وذاك الوشوت اللي كان في الكوتي دروا، يعني 45 دقيقه وانا قريب نسجل، ولكن المحاوله وحده اللي غادي تجي بخطا ديال بعدي هذاك الوليد كنت كنتفرج فيه ملي كان في الحسنيه ومني مشى البركان، الديفو ديالو هو هذا، نعم كي بغي يدير بعض المرات شي حويجات سيرتو ملي كتكون هنا في التدريب ان ديرني ديفونسور خصو يكون عنده احتياطات. علاش كنقولوا حنايا الحارس الا غلط يادي، الديفونسور الا غلط كيادي كاش، شكون هو اللي عنده 50% هو وسط الميدان عنده 50% واخا يغلط كيبقى مازال مدافع ريكيبيرالي، شكون هو عنده اللي عنده 80% هو لاطاكون الا حتى هو الا مشات ليه ولا هذا عنده شكون اللي غيجيبها ليه؟ اذا الغلط البارح كان بالكبوط كيف كنقولوا حنايا، وبعد دي كان هو اخر ديفونسور مشى بها يحسب الحمودان الضربه اللي ضرب ذاك الصفيح، طلع عاوتاني فريق الرجاء مشى بغى يدير تعادل، بحال كنقول انايا الرجاء بقى في نفس النسق هاجم ولكن ما كانش ذاك الوصول عنده ايجابي الوصول الايجابي وهذه تكلمنا عليها في غياب شي حريفي تما اللي يقدر يدخل لك واحد الكره ما عرفتش انايا ساليتي بواحد الزيرو. انا كنقول بانه الشوط الثاني نقولها بهذ العباره الرجاء راه كان ما خرجش من الكاري 18 ديال، ولكن كان واحد حارس اللي هو الخياطي اللي كان البارح في نهارو غنقولها باللغه ديال الكره صحيح في نهارو ما كانش في نهارو كان في نهارو في نهارو في نهارو، لان كاين حارس اللي كيكون في نهارو ولكن واحد لقيته تيقدر يدير شي هذا البارح زائد باش غيكونفيرمي ضربه جزاء ضربه جزاء يمكن ضربه جزاء تقول لي انت انا مشيت معك في النطاق ديال الكره الضربه باش ضرب بوكرين ضربه جزاء الى عاودتيها وشتيها مزيان ماشي هو هذاك الصفيح اللي خصو يضرب به صحيح ما خشاش فيها رجليه كومين لوفو هذيك بغات شي ضربه ديال سميتو هو بيناتي صريح كيضيع. انا عندي واحد السؤال كنشوف دابا ضربات جزاء كل مره كيمشي لها لعاب واش الرجاء ما عندهاش واحد ثلاثه لعابه اختار مدرب صحيح وغالبا تيمشي لها بوز لا كندير انا دائما ملي كنكون هنا مع منير ولا مع كيوات كنقول لهم تبع الناس تنقول لهم ملي كتخدم كدير الا والدو والطرو الان عنده كارتون روج دو هو اللي غيتحمل المسؤوليه دو ما كاينش كيتحمل المسؤوليه التروا. انا بان لي بهذا الشيء اللي كيوقع ما كاينش شي واحد انا مستقر كيضرب وثم واش كنخدموا ابري لا سيونس انا ديما تنقولها لك واش نخدموا البينالتي ابري لا سيونس دونترينمون لي بالزاريتي ما معنى لي بالزاريتي هما اللي فيهم ضربات جزاء وفيهم لي كوفرون فيهم كوفرون فيهم بزاف واش هما كيتخدموا ولا لا ما عرفتش انا هذا الشيء واش كاين ولا ما كاينش ساعة جا بينالتي في الدقيقة 75 كان يقدر يعطي الرجاء لافونتاج حيت الرجاء كون ماركات واحد لواحد نقول لك واحد القضية تقدر تربح بدون احتقار ولا هذا الجيش ولا هذا اللي غيكون عنده لونفي باش يزيد واللي لاعب داخل الميدان هو فريق الرجاء يقدر يزيد اندوزان بيت الكرة ديال الراس العريضة واشاك فوا الخياطي كاين موجود. انا الهدف التاني ما بغيتش نتكلم عليه عرفتي علاش؟ جا في واحد الوقت اللي جوج الحوايج غيوقعوا يا اما انا غندير تعادل يا اما صافي غادي يا اما غادي تمارك تكونفيرم الهزيمه دوزيام بيت كيبين بانه ديك الساعه فضيتي قتلتي حتى لافونتاج ولا هذاك الجهد اللي غادي يكونوا باقي اللاعبين ترجع باقي كيبحثوا على ذاك التعادل لان حتى هو مهم ولكن هزيمه ديال السوسر. انا الجمهور دابا غيكون مقلق مقلق علاش دار واحد اللوحه البارح حسين حسين غيكون مقلق علاش؟ لانه ما غاديش تشرح لي انت القضيه ديال لعبنا فهمتي هاد لعبنا قليل اللي كيقبلها غيقول لك انا ما تلعبش لي يا سيدي اعطيني النتيجه اعطيني النتيجه تجمع النقاط دابا فوالا دابا هذا هو البروبليم دابا غيكون اختلاف غيكون اختلاف كبير في الجماهير الرجويه هناك اللي غيقول لك اودي لا شانس وغادي حتى من المدرب يقدر يقول انا ما سمعتش التدخل ديالو كاين
ولكن بالنسبه لذاك الجمهور اللي جا حاضر وتفرج الراي ديالو غيكون مغاير بتاتا. سورتو العاشقين اللي كيضاربوا كي هذا غيقول لك اسيدي انايا فيكتوار، راه يمكن الهزيمه تكون مرور كرام مع سان داونز ولا مع شي فريق اللي هو افريقي وما يقبلوهاش مع فريق الجيش الملكي. مع فريق الجيش الملكي دابا كنسمعوا دائما هذا كيبقى دائما من الديربيات الوداد جيش جيش الرجاء، هذو مباريات اللي دائما اللي جماهير كتبعهم وكدير. على اي استفاد الجيش البارح صحيح خاصه مع التعادل ديال سان داونز مع مانيما. شوف كلشي كيتكلم على مانيما وما عارفينش بانه راه هذه الفرقه هذه اخوارك، انا راه ما خلعاني سان داونز تخلعك مانيما باش راه وقفات سان داونز. ايوا وقفات سان داونز سي سان داونز، ما كتخلينيش انا في المشاركات ديالها، انا باقي ما لاقيش ذاك كيوصلوا كيديروا هذا، ولكن اون فان كونت ماشي شي انا اللي غيخلعني هو الفريق الكونغولي. انا بعد طابي تيبي مازينبي ها الفرقه هذه راه هي اللي دابا محتكره السوق كيف نقولوا هنا في الكونغو. اذا يجب حد موفق للفريق الرجاء وحد موفق للفريق الجيش الملكي. انا كنقول دابا لافونتاج ديال الجيش الملكي ماشي لافونتاج، خصهم يفيقوا دابا بجوج. انا كنقولها اذا قدروا يربحوا لي ماتش اللي جايين ولماذا يخليوا تيبي هذاك الثانى مانيما وسميتها وسان داونز هما اللي يتعذبوا الى بقوا النتائج، حيت هو منير ذاك النهار قال لك انا ما نكرهش التعادل باش تبقى الامور مزيانه، ولكن الكره ما فيهاش تعادل وما فيهاش هذه ماتش البارح كان يعني غادي تاسفوا بزاف اللاعبين ديال فريق الرجاء لانه وصلوا اكثر من مره، ولكن خص المدرب يشرح ويشوف شنو هو اللي واقع، لان ما يمكنش تقول لي تبقى تقول لي كتوصل لها ولكن شنو هو اللي واقع. ما يمكنش هكا كتقول فرص شي حاجه شنو هو واقع للدراري فهمتي صحيح. وبان البارح بان فريق الرجاء البيضاوي يفتقر كثيرا لمتمم العمليات اللي غادي يديرها في الشبكه البارح، هما وصلوا هما داروا كل شيء، ولكن اللي غادي يحطها في الشبكه ذاك اللاعب الذكي ذاك اللاعب اللي تيكمل العمليه للاسف. هي راه ملي مشى تقريبا شتي الكره الحديثه اللي كاينه دابا والله العظيم ما بقاش قضيه ديال خصك نقلب على الهداف، خصنا حنا هذوك لي زاتاكون كاملين نكونوا كنا كنماركيو، ولكن هما حتى واحد لا كنقول لك زعما باش قول لي الغياب ديال بوزوق ما اثرش على الرجاء البارح؟ اي بيان سور هذاك الشونجمون اللي دار انا انا غتقول لي انت يا بوزوق ما يمكنش نحيدوا له من الرجاء ونقول لك لا ما، ولكن ستان تكنيسيان البارح كان المكانه ديالو كانت غادي تنفع الرجاء سيرتو في لاتاك في لاتاك بدوك مع الزرهوني مع النفاتي مع بوغرين مع كان خصو، ولكن عاوتاني انا كفريق وانا كمدرب راه خصني يكون عندي البلون بي، لا بدا ما يكون عندي يا حسين خصني يكون عندي بلون بي. هذا هو اللي كاين. واحد القضيه اللي لاحظنا على المدرب البرتغالي ديال الرجاء البيضاوي هو انه حسب انا الشوفه ديالي اللي تنتفرج في الماتشات ديال الرجاء بغيت نعرفوا تاكتيك باش يلعب، باقي الان ما عرفتوش باش يلعب. دابا سبعات الماتشات دابا اخويا حسين نعم والله ما عرفتو باش لا سبعات الماتشات راه جبتك على اساس تفيقني وتعطي واحد شويه لا ديفيرونس وتكذب هذاك الشيء اللي كان افون يمكن تقول هذاك المدرب راه كان عنده غير الزهر ولا هذا راه كان قبل منه واحد مغربي وكانوا دي ريزولتا وكانوا هذا جبناك على اساس تقول لنا لا راه حنا، ولكن بان على انه ما باقي الان باقي ما كان ولفنا الاضافه تعتمد. الاضافه حنا كندويو على الاضافه ولفنا انه تعتمد على بوزوق وعلى على بوزوق وعلى النفاتي النفاتي والزرهوني وتيبقى بوغرين وتيبقى النجاري كلهم في هو باش يدير شونجمون لو بون البارح لا شفنا اعتمد على النفاتي واعتمد على سميتو وخلى وزوق في البونتوش وغادي يدخلوا في الدقائق الاخيره من المباراه. لا شوف حسين الاختيارات دائما انا بالنسبه لي المدرب راه ما يمكنش انا نقولها لك في سبعات الماتشات باقي ما لقيتيش الوصفه ما لقيتيش الطريقه ما خاصك تعطيني وما لقيتيش ماشي غير هو اي مدرب جا الفرقه جوج جوج ثلاثه اربعه كنصبر عليك سبعه الماتشات ولا اكثر باقي ما شو عند حفيظ الرباط يلا
على بركة الله. نمشيو عند حفيظ من الرباط. حفيظة. حفيظة. حفيظة من مدينة الرباط. السلام عليكم. السلام خويا حسين، كي داير بخير؟ الله يكرمك، الحمد لله. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. جات معك البطولة ما شاء الله. الله الله الله. شوفي البطولة البطولة ديالك في برنامج الشعب. البطولة تجي عما ليها. أنا خليني في برنامج الشعب. ولكن تبارك الله عليك صراحة. تحية لفخر الدين، ونقول لك نقول الحاج مبروك الحج وسلامته بعدا. الله يبارك فيك. بارك الله. تبارك الله عليك اخويا حسين، وبغيت نقول لك الله يبارك الله عليك. الله يكثر خير. الله يبارك فيك. تبارك الله عليكم، وكنتمنى التوفيق للجيش والراجع حيت كيمثلوا المغرب. صحيح. ما عندي ما نسالك. صحيح. صحيح. مزيان. تبارك الله عليكم والله يوفقكم. شكرا لك. شكرا لك اخويا. اسمحوا لي البرز. لا لا علاش برزتينا بالعكس. اخويا حسين حسين حسين. نعم. واحد المعلومة تبارك بغيت نقول لك مرحبا بكم في حيريات، حيت من ضمن الصالة ديالنا في الغيوان. ان شاء الله نشوفكم كاملين. طاقم ديال جدا اف ام كامل نحضر على ودكم اياك لله. ان شاء الله. الله يوفق الله يوفق. شكرا لك لاله حفيظه. شكرا شكرا جزيلا حفيظه من مدينه الرباط. وعمر عمر الحاجب معلى، عمر العين متعلال الحاجب بتاتا منير. انا دائما تنبقى تلميذ امامه فيما يهم الرياضة الوطنية، خاصة خاصة الرياضة الوطنية، خاصة البطولة. وهذا أنا دائما أقول راه اليوم غير باش ما نحرموكمش من البرنامج وما نحرموكمش من سي فخر الدين. صافي صافي جينا. أما منير كي غير شي واحد كنهز حويجي. منير طوب. منير تيبقى إنسان محترم وانا احترم ثقافته الكرويه. وبالشفاء ان شاء الله لزميلنا منير. بالشفاء. نديروا فاصل وبعدها نواصل ان شاء الله. يلا نعود ونواصل معكم برنامج البطوله دائما مباشره على شاده اف ام. نمشيو ونواصلوا مع التفاعل معكم على رقمنا الهاتفي 0522 36 05 36، والحديث على الرجاء البيضاوي والجيش الملكي وهزيمة الرجاء بهدفين للصفر في عصبة أبطال إفريقيا. وكذلك اللي بغي يتكلم على بطولة عصبة أبطال أوروبا لأن تكلمنا عليها في الشطر الأول من البرنامج، فمرحبا بكل الآراء تناقش مع الكابتن فخر الدين. يلا على بركة الله نأخذ رجاء. رجاء من الدار البيضاء. من الدار البيضاء. يلا لنا رجاء. السلام عليكم. رجاء يا رجاء هاد سعيد انها تواصل معنا مرة ثانية. رجاء قول لي فخر الدين، عندنا صنداونز تعادلوا مع مانيما 0-0، عندنا الجيش ربحات الرجاء بجوج 0، الماتش الجاي ديال الجيش مدخلة صنداونز، وحنا الرجاء خارجة عند مانيما، الماتش غيكون صعيب. انا تيقول لك شوف اليوم دابا ملي كتكلم على هذا الفريق هنا تيبان لي الخاسر الاكبر هو الرجاء، لانه خسر هنا وخارج. فوالا فوالا خارج خارج الميدان. واش نقدروا نقولوا لا كونفيرماسيون بالنسبه للفريق جيش ملكي؟ حيت هاد صندونز اكثر من مره ملي كتحضر هنايا كدير دي بون ماتش. واش باقى مازال؟ شفناها في تونس، شفناها في مصر، شفناها في عدة مباريات كتخرج كتقدم مباريات مزيانة، ولكن فريق الجيش الملكي خاص يستافد من داخل الميدان وخاص كلاب دائما تجيب ماتش من خارج الميدان حتى دابا تيدير كاليفيكاسيون. راه هي هذه فريق الرجاء، انا كنضرب الهزيمة ديالو مع فريق الجيش ثم الخروج. دابا ملي كتهضر على فريق الرجاء هذيك المقومات، هذاك الفريق اللي كان واحد وقت من الاوقات كيخرج خارج الميدان ويمشي جنوب الصحراء ويدير ماتشات كبار، واش قادرين هاد الدراري يعني يتجاوزوا هاد المرحله هادي ولماذا يجيبوا واحد الانتصار من 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 خارج الميدان؟ ما غيكونش سهل مع واحد الفريق اللي كنقول لك انايا باش ندير تعادل انا مع صندونز راه ما سهلاش ما سهلاش ما سهلاش، خصوصا في لو نيفو اللي عندهم هما بجوج. فحذاري من هاد المباراه هادي، حذاري حذاري، لانه فريق الرجاء خصو يوجد لهذا الماتش هذا مزيان. ولماذا؟ كتعرف كرة القدم هي مليئة بالمفاجآت ومليئة بالأشياء. واش الرجاء إلا قدر يمشي ودوك لي زوكازيون اللي جاو هنايا وما تسجلوش، تقدر تما حسين باغي الضربة غير ديكاجيها والدور ودخل. راه الكرة أنا ما كنديرش فيها الثقة، الكرة هي اللي ما ديرش فيها الثقة. تقدر أنت تخدم مزيان لي سونتراج وكنضرب وكندير وتقول لك هي أنا، وبعض المرات
كتكون جالس ما بيك ما عليك تبغي الضربات ضرب شي واحد في ظهره ودخل. عودتنا المباريات والكرات وهذاك الشيء اللي عشنا فيه الكرة هي هذه ما عندك ما دير غدارة. نمشيو عند السي أحمد السلا. يلا ناخذ أحمد من السلا. السلام عليكم السي أحمد. مساء الخير حسين. مساء الخير السي أحمد. تحياتي ليك وتحية للحاج. الله يبارك فيك أستاذ أحمد. تقام لجميع المستمعين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كنتبع برلمان الشعب ما تحسن الفرصة حيت ما عنديش مواضيع باش ندخل لذاك البرلمان. هذه فرصة نهضروا مع حسين. مرحبا. وكنسمع البرامج ديال وحدات الليل عاتيق وعماد وداك الشيء راه نتبعه وكيعجبوني بزاف انا هذوك البرامج. سيدي الله يكبر بيك شرف لينا. بالنسبه للكره اذا كنت تتفرجوا في هامبورغ الثمانينات كان مانفريد كالت سليمان وكان روبيشا افون سونتر. يعني ملي كيشد الكره كالت كتعرف راه غتمشي للراس ديال روبيش غيتماركا البيت. هذا باش نهضر لك على حكيمي. حكيمي اوفونسيف بزاف كنظن تيخصو شي انا فاسونتر شي واحد اون دو بوانت اللي يعاونو باش يبدا يكونكريتيزي هادوك لي باس ديال حكيمي. هذا من جهه. بالنسبه للانديه المغربيه بغيت نسول الحاج واش بالنسبه لواحد الفريق اللي صعد من القسم الوطني الثاني حتى للمرتبه الاولى واش ما كتحسبلوش هذيك بطوله؟ يعني واش البطوله ديال القسم الثاني ما يمكنش تسمى بطوله لان كنهضروا على انديه كنقولوا راه ما عندهم حتى شي بطوله في الرصيد في حين كاين اللي كيكون عنده سته خمسه ديال البطولات ديال القسم الثاني وما كتحسبش ولا القسم الاول. بغيت نشوف الراي ديال الحاج. ما فهمتش السؤال ديالك. دابا فريق صعد من القسم الوطني الثاني اي حتى المرتبه الاولى فين حتى لا في القسم الوطني الثاني القسم الثاني هو يصعد وطلع واش هذيك المرتبه الاولى في القسم الثاني ما كتحسبلوش بطوله محسوبه على القسم الثاني محسوبه على في البالماريس ديالو ملي كنجيو البالماريس كنجردوا الانديه من ديك البطوله يا اما هذيك ديال كتقول على الصعود ما كتقولش كتحقق صعود ديال الشامبيون البطل ديال القسم الثاني لا كتقال السي احمد على ما اظن كتقال كتقول قبل كتقول بانه راه البطل في قسم الوطني الثاني هو فلان ودوزيام ديالو ها هو شكون وهذا هو اللي غادي يصعدوا فهمتي انا كتقال كتقال ولكن ملي كنجيو البالماريس ديال الفرق غنعطيك مثلا الجمعيه السلويه شي سته ولا سبعه المرات هو كيصعد القسم الاول كينزل وكيصعد. ملي كتجي البالماريس ديالو كتقول ما عنده حتى شي بطوله في حين هو عنده شي سته ولا خمسه ديال البطولات ديال القسم الثاني. انت دابا كتهضر في واحد الشق اللي هو شويه احنا ملي كنتكلموا دابا في العاميه كنقولوا لو شامبيون راه هما اللي كانت شي ديال القسم الوطني الاول. شامبيون دافريك شامبيون ما غاديش تقول فريق لا ما يمكنش تعطيه بطولات هو في واحد القسم اللي لا فهمتي اش بنقول لك؟ هذيك المنافسه لا هذيك المنافسه شكل وهاد المنافسه اللي كتكلم عليها شكل. كاين فرق السي احمد. نعم كاين فرق. الحسين راه جار العائله في فرارة منازل الجامعه الحضاريه. انا التحت لا جيت كلينيك بحال غادي جيت كلينيك اي هو مزيان 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 تحياتي ليكم شكرا لك السي احمد شكرا لك تحيه السي احمد شكرا لك شكرا لك. انا تنظن السي احمد راه تنظن واقيلا حتى في اوروبا ما كاينش بطوله القسم الثاني ولا قسم الهوات ولا كاينه البطوله البريمير ليغ هي اللي تلعب عليها كلشي لا الشامبيون هو بغى يقول لك يعني دابا كنقول لك هو بغى يتكلم منين بغى يتكلم على فريق اكس خصني نقول لك بانه راه فائز بالبطوله هو بطل الا قلتها غادي نغلط فهمتيني انا قلنا بطل القسم الوطني الثاني خصك تشرح لي تقول لي راه واحد النهار كان بطل في قسم اما البطوله اللي كتكلم عليها راه هي هذه اللي كتلعب دابا صحيح ايوا قيل رجاء عيطت رجاء رجعت يلا. السلام عليكم رجاء. وعليكم السلام ورحمه الله سي الحسين. مرحبا لك. الله يبارك فيك نهار كبير هذا كنشكركم وكنشكر الطاقم كامل ديال الشهادة و كنشكر حتى السي فخر الدين على المجهودات اللي كيدير ديالو حتى هوايا بارك الله فيك الله يبارك فيك. ألوغ بغيت غير ندخل شوية في الماتش ديال البارح ديال الرجاء والجيش فغيمون تعصبنا بزاف
احنا متعصبين بزاف من جهه الدراجه ولكن انساو داك الماتش كما كنقولوا انساو داك الماتش ويشوفوا القدام بلا ما نتقاو يعني نزيدوا نعصبوا في راسنا هادشي زعما الصراحه ولا كيحس بالخاطر ملي كنشوفوا فرقه بحال الدراجه ولات في هذا المستوى يعني كان الخاطر ديالنا زعما الصراحه ما كنكونوش هو هذاك. والمشكله راه غير سميتو راه غير ذاك العام راه شتيها. ذاك العام كانوا واعرين ذاك العام صراحه فرحونا بزاف ما عندنا ما نقولوش. وذاك العام وذاك العام راه داروا الروكور راه بدون هزيمه. بدون هزيمه في يعني في الموسم كامل وكانت هذه يعني الرجاء اللي سباقه في يعني وراء الشيء هنايا ما تتفهم والو على الرجاء. الرجاء ذاك العام اللي بدون هزيمه وبطاله المغرب راه هي راه نفس الفرقه راه نفس الدراري اللي دابا تقريبا تقريبا لوساتير ديال الفرقه هو اللي كاين. راه دابا هذا هو السؤال اللي موضوع ما يمكنش يعني الخلل كاين شي حاجه ما عرفناش شنو هو الخلل بالضبط فين كاين وكنتمنهم الله خير هادشي اللي بغيت نقول ان شاء الله. وبغيت نقول واحد الحاجه للسي فخر الدين سمحوا لي على ارتباك. لا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك الله يبارك فيك. الوغ سي فخر الدين انا بنت واحد اللاعب كان كيلعب في الرجاء شحال هادي. شكون هو؟ سي عبد الرزاق الدغاي الله يرحمه. سي عبد الرزاق الدغاي وانت عمك هو وسعيد سعيد رحمه الله. انا راه جيت عندكم للدار. جيت عندي للدار ماشي جيت عندك جيت عند الوالد داركم جيت انت هذيك الساعه غتكوني باقا ماشي صغيره وقيلا بردة انت هذيك الوقيته غتكوني انا باك الله يرحمه عبد الرزاق راه مات شحال هذه. كانت عندي ديك الساعه 14 عام ولا كنشكرك بزاف على ذاك النهار. علاش تشكريني؟ راه باك راه كان خونا وصاحب مشيت انا وظلمي الله يرحمه والدراري كنا تما وكان خوك كان عمك سعيد والوالده ديالك مسكينه انا باقي عاقل على ذيك اللحظه واللي كانت مؤثره لان انت كنتي باقا صغيره وهذا صح اخويا كان والله يرحمه ويوسع عليه. دابا 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 سعيد دابا سعيد عمك سعيد عم الدراري ولد عمي ولد عمك ولد عمك ودعمك. انا بغيت منك طالب واحد السي فخر الدين عافاك هو انك واحد جوج ولا ثلاثة دقائق من الوقت ديال البرنامج ديالك تدوي شوية على الوالد الله يرحمه غير باش تسمع بنتي وتفتخر بالجد ديالها حيت كنوريها التصاور تنهضر معاها. احنا دابا دابا شوف دابا احنا من خلال التدخل ديالك راه احنا كنهضروا عليه السي عبد الرزاق الله يرحمه راه خونا وصاحبنا الله يبارك فيك. والرجاوي راه كيعرفوا كيعرفوا المكانه ديالو هذاك الجيل ديال جواد اندلسي ديال دولمي الله يرحمه ديال الحداوي وديال واحد عدد كبير ديال الدراري اللي دازوا في الرجاء وهذيك العلاقات اللي كانت عندنا مع الدراري مع دولمي الله يرحمه مع جواد مع يعني خالد موسى اللي كان هو دابا واحد عدد كبير ديال الدراري الحمد لله اللي باقيين يعيطوا لنا ونعيطوا لهم ومنهم باك باك كان ضريف الله يرحمه مسكين الله يرحمه الله يرحمه. شكرا بزاف. ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل. شكرا لك بنتي شكرا لك. يلا والله يرحمه الله يرحمه السي عبد الرزاق الله يرحمه. اودي دابا ما عندك ما بدات لينا لا ذكراتني بالكنازه وكانت مؤثره لانه هي كانت باقا صغيره فهمتي كتشوف واحد الانسان هذاك صديق ديالك تيحضروك اخويا فخر الدين سميات تيحضروك سميات بزاف ديك الوقيته ما باش نقول لك شحال ديال السميات كانوا في ديك الوقيته تيحضرك دورمي تيحضرك بزاف بزاف كلشي كلشي واحد عدد كبير ديال الدراري بينيني انا كندويك على الدراري ديال سميتو عادي زونسيان ديال الله يرحمه مسكين وسع عليه قالت لك واحد الكلمه حنا راه نورمالمون كنهضروا على الدراري دائما وكنجبدوهم بالخير اللي دوينا عليها في الاول اخويا فخر الدين الكاليتي دو جوار راه ملي تنتكلموا على هاد الناس هادو تنتكلموا على صديقي تنتكلموا على غاندي تنتكلموا على راه بزاف 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 ديال الدراري ما تيم حقيقه تيقوا بي والله العظيم انا حيت انا من الجينيراسيون اللي تفرجت في الثمانينات انا باقي عاقل مزيان على مونديال 86 والقهوه اللي تفرج فيه وباقي عاقل على اش كونسوميت ملي تنتفرج في المنتخب الوطني 86 تعقل تعقل سمحوا لي والله العظيم انا ما تنضعنش في شي واحد ولا لا 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 على الراي ديالك لا الكاليتي دو جوا مشاو لعابه اللي صعيب اننا نلقاو لعابه بحالهم منهم فخر الدين انا فخر الدين كنت نتفرج فيك بزاف. شوف حسين والله العظيم شي غير بيرجيكو
الا شتي ديك الساعه الوداد لعابه الوداد ولعابه ديال الرجاء والله العظيم تتبقى حلف منك. صحيح وحق الله العظيم. صحيح صحيح. فمتمنياتنا الناس اللي ماتوا الله يرحمهم واللي مريض الله يشافيه والدراري اللي باقيين دابا نتمنوا لهم الخير والصحه وان شاء الله يبقوا دائما في. صحيح صحيح. انا تنهضر انا ملي تنهضر على اللعابه اللي عاشرتهم في الشوفه اللي كنتي شفتيهم وتفرجتي فيهم. انا من الناس اللي عاشرت في المشاهده والفرجه راه فخر الدين. فخر الدين كنت نتفرج تنمشي لدونور وكان دونور يا دونور راه جالسين والله تتا ودادي مع رجاوي وما كاينش مشكل ورجاوي مع ودادي وما كاينش المشكل وكنت نتفرج فخر الدين. اش غادي نقول لكم راه الان الا استثنينا بعض السميات اللي دازوا راه ما بقيناش تنشوفوا شي واحد تيديبوردي بديك الطريقه ديال فخر الدين داك السونطراج ديال فخر الدين والله العظيم خلينا جالسين معك اسي حسين فخر الدين دابا علاش انا تندوي بحال هكا حيت انا ماشي مول البرنامج انا راه زائر ضيف اعتبرني ضيف فبالتالي والله الا كنا تنتمتعوا تنتمتعوا وكنا تنصفقوا على فخر الدين رجاوي صفق على فخر الدين رجاوي ويصفق على فخر الدين الى مشى بكره الى سجل الى اخره وهكذا العكس صحيح على اي تنتمنى هذه الاجواء الكرويه الرائعه الجميله ترجع ترجع وانا دائما تنقول بان كره القدم ماشي فقط دروس تلقى هي فعلا تتقرا في الطابلو فعلا ولكن ما بغيناش نصنعوا لعاب تكتيكي كومين ماشين ما بغيناش والله العظيم شتي المرحوم هذاك هو با شكرا رشيد هذا هو السي عبد الرزاق بالنبذه ديالو لعب في الفئات ديال الرجاء وهذا فالله يرحمه مسكين الله يرحمه نمشيو عند السي يوسف السمارة نمشيو ناخذوا يوسف من السمارة السلام عليكم يوسف السلام عليكم السلام ورحمة الله لاباس الحوسين بخير والحاج الحمد لله الحاج فخر الدين وإيمان كل شيء بخير الله يبارك فيك خويا بارك الله فيك واحد مهم سؤال على فريق خويا الفريق كيتعذب للاسف نتمناو ليه ان شاء الله البقاء فريق شباب المحمديه 11 دوره البقاء لله اسي يوسف البقاء اشوف اسمح لي البقاء لله كتهضر على شباب محمديه بنقطه وحده وبهذه المشاكل اللي كتعيش انت كدعي تصنت لي سي يوسف كدعي مع شي حد ملي كيكون يبان لك كاين امل انه يبقى كاين امل وكتشوف فيه بانه غدا بعد غدا الى تحركت الامور هذا فريق يعاني من السنه الماضيه فريق يعاني من 11 دابا من بدايه البطوله لا ومن السنه الماضيه راه بس لك شوف راه بس لك راه بس لك راه يعني معجزه ولكن ما يمكنش مسكين هذه الفرقه هذه هاد الوليدات انا كنتكلم على الدراري انا كنتكلم على اللعابان انا والله احسن العوان واش انا انت مجي واتصلت لي واش انت تبقى كل مره تجي تريني وما عندك تريال في جيبك لا ما عندك لا بريم لا قلتي لي راه الله يحسن العوان مساك انا هذوك الدراري الله يحسن العوان لا احسن العوان ولكن كتشوف للاسف كنشوف الفارق للاسف نجوم كره الذهبيه احمد فارس عطونا اسماء لاعبين قدامى هذوك سي يوسف طريق الصرموني رشيد روكيت شوف هذاك المحمديه بتاريخها وباللعابه ديالها نهضر لك على انا ديجا لعبت تما في هذاك الملعب وصعيب باش تجيب منه ثلاثه نقاطك في واحد الوقيته من الاوقات اللي كان عسيله وخوه ومن الله عسيله الله يرحمه فهمتيني والرعد في البوط الله يرحمه افاراس ها الفاطمي ها بنات وعطي على فرقه كي كانت اي تبارك الله واش غنقول لك الوقت يوسف الوقت اييه ونتمناو خير ان شاء الله واحد القضيه ديال ابو كبير وزكريا الواحدي شكون هما هادو؟ الواحدي اللي كان سمع له واحد اللقاء مع المدرب ديال المنتخب البلجيكي قال لي هذا اللاعب كان تبع في الدوريات البلجيكي هي الواحدي الواحدي وكان بغى يستجواب مع المدرب ديال بلجيكا قال لي له لومارو كان نفكر غنحمل القميص ديال المنتخب المغربي ودار مع استجواب واحد المقابله ديال الفريق الدوري البلجيكي شاروا له فهمتي وقال لي اخويا لا قال لي كنحب المغرب وكان هو باغي اول مره نتمنى الاستدعاء الى اللائحه مع وليد الركراني ان شاء الله وغادي يبو عزيز نتمنى اليوم المقابله عندهم الليل اليوم مباراه ديال الليل ان شاء الله
وحدكم السلام عليكم. الله يكثر خيرك السي يوسف، بارك الله فيك. شكرا لك يوسف، شكرا شكرا يوسف. شباب المحمديه من اللي يفتح هو القوس ديال شباب المحمديه. شباب المحمديه فريق يعاني ماشي على مستوى، على جميع المستويات. فملي تلقى فرقه تعاني على جميع المستويات من ما جبتيها في الفوتسال، الكره النسويه، صحيح كاع لي ديسيبلين اللي خاصهم ساكني واحد الوقيته الفوتسال كانوا عمالقه الكره النسويه، ولكن مع كامل الاسف للاسف للاسف صعب ان شباب المحمديه انها تلقى موضع القدم ديالها. سي راه نقطه وحده راه صعيبه، وانت في الدور 11 ماشي كاك، انت في الدور 11 ولا بلاتي حتى البوادر. ان راك انا ما كنتكلمش معك انا على دابا، انا كنقول البوادر. انت واش كتبان لك ممكن تفيق؟ صافي، هذا هو السؤال خاصك توجه. كاين شي بادير على ان هذا الفريق غدا غدا يبدا يدير نتائج؟ ما كايناش اخويا فخر. يقدر يجي شي مستشار، يجوا ناس يعاونوا ويعطيو شويه ديال هذا. دابا ما عندهم لا ريكروتمون، ما والو والو، لا صاليرات لا بيمات، لا والو ما كاينش. يعني حتى البوادر ما لحدود الساعه ما كاينش بوادر ديال ان المحمديه تقدر تفيق. كاينش. يلا غادي نديروا فاصل وبعدها سنواصل ان شاء الله. معنا باقي كيقلب يلا باش نرجعوا للمباريات اللي تكلمتي عليهم ديال الرجاء وديال الفريق الجشماناكي. غيكونوا مباريات مهمين في هذه الخطوه الثانيه في الخروج، لان الفريق الجشماناكي كنقولوا حنايا استفد من النتيجه ديالو ولعب مباراه داخل الميدان، حيت هذه المباراه كانت تقدر تكون خارج الميدان كون ما كانش فريق الرجاء. يعني نفرض فريق تونسي او مصري كان محتم على فريق الجشماناكي انه غادي يخرج ويبحث، ولكن وعلى ذكر التونسي باش يعني نحطوا الناس في الاطار ديال المقابلات كامله. ترجي ربحات باربعه، جوليبا باربعه، اورلاندو بيراميدز جوج لواحد، شباب بولزداد ربحات شباب بولزداد، بيراميدز ربح بخمسه لواحد ساجاردا، الاهلي ربح باربعه لجوج ابيجون ستاد ابيجون، سان داونز ومانيما تعادلوا 0-0 اللي مع الجروب ديال الرجاء والجيش، الهلال ربحات بجوج مع يونغ افريكانز، ومازيمبي تعادل ب 0-0 مع مولوديه الجزائر. هذو هما النتائج. نمشيو عند سي يوسف طاليان. يلا سي يوسف من ايطاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه السي حسين، اول مره كنهضر معاك، وتحيه السي فخر الدين. مرحبا. الله يبارك لك السي يوسف. مرحبا يوسف. تحيه لكم جميعا. سمحوا لي باقي شويه معصب مع الماتش ديال البارح، انا رجاوي. لا اله الا الله. لا اله واخويا زعما كيبرك خاطرك، الخسران كاين، والكرة القدمية هذه مرة خاسر مرة رابح مرة، ولكن باقي الماتشات. لا دعام دعام الرجاء إلا بقات غادا هكا، راك كتشوف ما كاينش تمويل، ما كاينش فلوس، ما كاينش دراري، اللي ما كاينش افاسون. واش فرقة بحال الرجاء البيضاوي كاملة ما عندهاش افاسونتر واحد اللي كيماركي كرة؟ من لا يعقل، هادشي عمره ما كان. ورا هاد الفرقة ديال الرجاء السي يوسف هي اللي البارح ذاك العام دات البطولة وبدون هزيمة وبلا افاسونتر قار. ولكن كان عندهم موهوب، كان هذاك الولد الجزائري، كانوا الدراري افاسونتر، ولكن موهوب ما كانش يدخل بزاف. ما كانش يدخل بزاف، ما كانش تيتيلار. الله يخليك السي نوردين، اسمح لي بغيت نسول على واحد القضيه، انا ضرتني في راسي بزاف في البطوله ديال المغرب، ما كنتبع بزاف في البطوله ديال المغرب. هي مرحبا بك. القضيه ديال التمويل ديال الفراقي، ما كنشوف كيفاش فراقي عندهم ليتيج وفراقي ما عندهم تمويل ديال الفراقي. كيفاش فراقي عندهم ليتيج وما عندهم مشاكل وفراقي عندهم فلوس؟ وكيفاش مدينه بحال الدار البيضاء كبيره اللي عندها جوج فراقي وشحال الشركات عاصمه اقتصاديه، الفراقي ديالها كيعاني، وكاين مدن صغار للفرق ديالهم مش بهاي فلوس كيخليو اللعابه. انت السي يوسف. نعم. انت ما عرفتش كاين الطريق اللي غادي تشد، واش انت بغيتي انت الشركه تيجي يعطوك الفلوس؟ ولكن لا بلاتي لا بلاتي، كيفاش مدينه كبيره تبقى تقول لي مدينه كبيره؟ تهضر معايا في النطاق ديال القانون، انا غادي نعطيك الفلوس بغيت نعرفو فين غيمشي هو السي يوسف. لا سيدي مرحبا. لا ودابا انت ما فهمتش هاد القضية. لا غير بلاتي غير بلاتي غير بلاتي، انا غادي نجي، راك انت كتهرب القضية المستشارين، غادي نجي، بغيت نحط الفلوس فين غادي نحطهم؟ الحال راه خصني، ولكن بحال فرقة بحال الرجاء وفرقة الوداد وفرقة راه هاد الفراقي كتهضر، راه هاد الفراقي كتهضر عليهم بجوج، راه ما استافدوش بجوج، هما ما استافدوش بالفوز ديالهم بالألقاب الإفريقية بالمشاركات ديالهم، ولكن ما استافدوش.
واش لا واش كيبان لك انت شوف انت دابا عايش في طاليان ملي كتشوف ديك لاسيد ميلون ولا انتر وتشوف جيفونتيس وتشوف شوف المداخل كيلعبوا في طاليان انا كنشوف المداخل لا المداخل الله يرضيك ملي كتجي راه طريت حكي كتجي من المستشارين ولكن كيفاش ومن حتى من المدينه من البحر من المدينه ولكن بلاتي انا كاينه محاسبه راه خصني كنشوفك اللي غلط مشى الله يعطيك الصحه انت هنا نعطيك الفلوس تغلط ونعاود نزيدك الفلوس ونقول لك جيب اللعابه وانت اللي تيجي عندك كتجيب 20 لعاب ما كيلعبوش كيدعيوك تولي خصك تخلص 5 مليار راه كاينه الفوضى هو كنتمناو الخير وكره عريقه خاصها تبقى عريقه وعندك الكلمه ديالها في افريقيا ومعروفه عالميا خاصها مسيرين في المستوى كنتمناو الخير زعما هادشي اللي وصلوا ليه دابا راه قلتي واحد الكلمه في الاخر هي باش ختمتي هي اللي زوينه مسيرين هذيك عريقه وداكشي كله اللي قلتي ما كاين مشكل معروف على الفراقي ولكن الكلمه الاخر هي الزوينه كنتمنى السي يوسف انت جوج نعم جوج عندك وليدات عندي وليدات الله يخليهم لك وانت دابا الا ما كنتيش مسير في ديك الدار مزيان كي غتكون الامور عندك غتكون والو ايوا صح حتى يكون عندك ليتيج كيكونوا بعض المرات يكون ليتيج ويكون الاضراب ويكون ايوا كيكون شي وتحيه يلا شكرا لك السي يوسف شكرا لك يوسف راضر على واحد النقطة مهمة جدا لأن ملي تنشوفوا على قضية سبونسورينغ صح سبونسوريك في البطوله ولكن تقول علاش ما تيزعموا شركات لا كما قال فخر الدين انا فين نزعم انا كشركه انا نعطيك 400 مليون ولا 500 مليون حتى فين نزعم لا تنشوف انا توضح لي الامور اخويا توضح لي مثلا ما كاين لا استقرار على مستوى راه كاين اللي غادي يدخل باغي يدخل على صفر ما باغيش يدخل على خطيه صحيح واش فهمتي انا باغي ندخل معك لكن ندخل على صفر صحيح ما ندخلش على صحيح. على واحد الرقم فيه الزيرو وتشات سميتو صح وها لي ليتيج وها الاستقرار ما كاينش جلالة وها وخلينا نكونوا واضحين حتى في الكلام ديالنا راه عندنا بعض الفرق راه ملي تتلقى فيها الحياحه واش انا كسبونسور غادي تجي تقول لي ادخل وانا عارف ديك الفرقه فيها الحياحه الحياحه اللي عمرهم ما غادي يكون عندك استقرار في ديك الفرقه واحد الناس يتحركوا بالتليكوموند نوضوا يحيحوا تنوضوا يحيحوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا شوف كيفاش التحياح ديالهم ما يمكنش نمشيو بهذه العقليه وتجي تقول لي سبونسور اجي حط الفلوس راه ما يمكنش صعيب الحال مشي عند سي عبد الله ناخذوا عبد الله من مدينه الدربيضه سي عبد الله السلام عليكم سي الحسين مرحبا انا سي عبد الله كنشكركم على هذا البرنامج تاع الحاج فخر الدين الله يبارك فيك الله يكرمك كنتمناو الشفاء العاجل سيمونير يا ربي ان شاء الله كنهضر لك على المقابله ديال الرجاء الرجاء والجيش كان التحكيم في مستوى عالي بلا فار بلا والو ضربه جزاء الهدف الثاني ما كاين لا اورجو لا والو وهادشي باش عجبني التحكيم البارح السنغالي كاين فرق كبير بين التحكيم السنغالي وبين التحكيم ديال المغرب راه يقدر السي عبد الله يكون الحكم ديالك لعب هذيك المباراه البارح وما يعجبكش الحال اييه لا الحكم انا نقول لك اش كاين لا ماشي ما يقدرش لا شوف الله يرضي عليك راه حنا دابا ولينا غادي بحال هكا حتى ذاك الحكم كيدخل حتى هو مخلوع وتيقول بلاتي هذه ما تخسرش هذه تربح هذه خصني ندير على تعادل راه حتى هادشي كاين في العقليه بخبارك رابح بجوج زيرو جاب بينالتي نقدر نقول لك لا وانت رابح بجوج راه واحد القضيه كنعيشوها حنا هنا في هذه الكره راه في شي شكل وما هذاك البارح راه هذاك البينالتي اللي صفر الحكم البارح راه تعطيه المغرب ويصفر لك يقول لك مشكل بصح كاين ولا ما كايناش الفار ما خدامش الفار ما كيكونش في الادوار الاولى باش نعلمك واش عارف ولا ما عارفاش عارف بان الفار ما تيكونش غير هو هذا مشكل شوف هذا راه مشكل مطروح حتى هو صحيح مشكل كبير راه دابا كاع الفرق كيهضروا كيقول لك الفار علاش ما يكونش منذ انطلاق باش حتى واحد ما يتظلم اي راه نورمالمون خاص الفار يكون لا خاص يكون انا عرفتي علاش بحال دابا ها انت تحتاج انت الفار عندك مباريات خارج الميدان من هذا الماتش غتخش فيه الرجاء دابا راه الا ما عندكش الفار اخويا عبد الله يتمحن والله ما خصك فيها خصاص انا نقول لك اش كاين راك شتي شي حوايج جات وقعوا الوداد وقعوا الرجاء وقعوا الجيش راه ظلموا فيهم بزاف عقلتي الماتش ديال الجيش مع تونس مع ديك الفرقه ديال سميتو ايه عقلتي ولا ما عقلتيش هاكاك دولمان وعدوانات انيمينات الوداد شوف الوداد ما شوف خلي دابا ديال الترجي وجيب معايا هذاك الفريق ديال جنوب افريقيا سميتو هذاك فكرني في الفريق ديالو اللي كان
كتعاني بلا فار كتعاني اخويا عبد الله. دابا انا علاش كنقول لك بحال هكا، هذا الفار باش غينفعك؟ غينفعك خارج الميدان. ولا ولا داخل هذاك الحكم الا بغى يمشي يشوف الفار، لان انت ملي كتخرج عاوتاني كتولي معرض لبزاف ديال ديال المسائل. واخا نهضروا ثاني واخا تقول لي كاين وكاين، كتبقى ديك النزعه ديال واحد الفريق جاي من شمال افريقيا مع فريق ديال جنوب الصحراء، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. راه كيسلم عليك ثابت بزاف. اييه سلم عليه خويا سلم عليه. راه كان معايا البارح، راه قال لي الحاج فخر الدين راه صاحبي. انا راه صاحبه وانا ديما معاك العمال مينيفون. مزيان تلاقيت مع مارتين حتى شفتو وقلت لك راه واحد السيد كيعيط لنا في الراديو راه كيسلم عليك. تبارك الله عليك خويا. تبارك الله عليك. شكرا لك سي عبد الله. شكرا لك سي عبد الله. وباش نختموا خويا فخر الدين الحلقه ديال اليوم، هذه القضيه ديال الفار سؤال كبير يطرح عند الكاف، ما تنعرفش انا علاش علاش ما تعتمدش. هو اللي بغيت نسولك سولتيني انت، راه انا كنوضع السؤال تنقول زعما كاين يعني ما محتاجينش شي حاجه. اه ماشي مشكل. فدابا الفار من هنا انا كاين عندي الادوات باش نخدم انا كمغرب زامبيا ولا الكونغو وانا غادي. وراه كلشي كيقول هاد القضية حسين، راه شتي الفار راه خاصو يبدا في الأدوار صح الأولى صح، لأن ممكن أنا بداك الفار ما نتظلمش، وممكن بلا فار نتظلم ونقدر نتقصى وما نتأهلش بسبب أن فار ما كاينش. علاش؟ لأن دابا الخطأ ما كيتعاودش. ناخذ قرار أنا كحكم. أنا بالنسبة لي هذه القضية طرحات حتى طارق يعني اللاعب التونسي تا هو كان في بين سبورتس، كان ماشي دابا هذه تقريبا مارتيمتا ومطروح هذا السؤال ديال لماذا الفار ما تيحضرش في هذه الادوار الاولى، علاش ما يكونش؟ وخصو يكون اخويا، خصو يكون باش كتهنيني ومشيت انا شويه مرتاح. حيت دابا بحال هكا اي قرار كتاخذوا بحال دابا ضربه جزاء الا مشيتي تعلمتي عليها غترجع؟ لا ما ترجع. علاش؟ ما كاينش الفار. الله يعطيك الصحه. ما كاينش اللي عايط لك ويقول لك راه فيها شك. صافي خديتي قرار، فوت كاينه فوت ولكن ما شافهاش حكم، وهذيك الفوت عطاتك هدف ديال الامتياز. غترجع؟ ما ترجع. واخا غنمشي نبكي عليك ونقول لك راه كاين فوت، غنقول لك راه صافي سيفلات حيت ما كاينش الفار. على اي، شكرا لك فخر الدين. شكرا لك حسين. شكرا مستمعينا الكرام. شكرا للمستمعين ديالنا. على امل انه غدا ان شاء الله يكون معكم منير بحول الله ان شاء الله. شكرا مستمعينا الكرام، القاكم بعد قليل واحد شويه ورجع نكمل معكم انا برلمان شعبي باذن الله. يلا الله يعاون. شكرا.